بالعطوي البارح، قلت له انا اجهل بتاتا يعني كيفاش راك داير باش راكم يعني في هذه المرتبه المشرفه وباش عندكم هذا العدد نتاع النقاط، وانتم يعني منذ بدايه الموسم ولا واحد فيكم تقاضى يعني شهريا نتاعو، كنتوا يعني تنقلوا في احلك واصعب الظروف واشتغلتوا يعني في ظروف صعيبه، تفضلتوا درك وقلت باللي باش حنا يعني ما لقيناش انا انترلوكيتور اللي نهضروا معاه، لدرجه انه اللاعبين اللي يجيو من الولايات الاخرى يعني ما عندهمش حتى اللي يستكلف بهم وما يضبوا ما يلقاو لهمش حتى وين يباتوا وكذا. انا ربي راه شاهد، انا ما حرمتش فريق مولوديه وهران وما حرمتش ولاد وبنات وهران، او كونترير كنت دائما نخمم وكنت دائما عارف بان مولوديه وهران رمز من رموز هذه المدينه هذه. هذا الكلوب هذا ما عندوش 10 سنين ولا 20 سنه، هذا عنده اكثر من قرن. والعام اللي فات يعني مولنا واعطينا اموال كثيره، وحتى يعني المستثمرين على مستوى الولايه يعني ساهموا كلهم بما يستطيع باش الفريق ما يطيحش. انتم كنتوا عارفين يعني باللي باش امومو بيان دوني كذلك الفريق مر بمرحله صعيبه وكانوا بقاو 10 مقابلات وكان الفريق مهدد. يعني وين كان فيه مجهود كبير من طرف يعني الطاقم التقني وكذلك اللاعبين، العشر مقابلات الأخيرة يعني كان فيه وفق التعادلين والثمان انتصارات هما اللي سمحوا يعني الفريق باش يقعد في مصاف يعني الفرق الرائدة وما طاحش يعني للقسم الثاني. العام هذا الحاجة المليحة اللي نقولوا باللي باش يعني تشرف ولاية وهران هو وجود بالعطوي معنا. أنا هذا الراجل هذا والله ما نعرفه، والله العظيم ما نعرفه، قاعد تلاقيت معاه يعني أول مرة لما كان معاك أنت والزملاء تاعك، وتلاقيته ثاني مرة البارح، وفي كل مرة كنت نقول أنا ما على باليش كيفاش راك دير، ولكن هاد النتائج المشرفة هذه كيفاش راكم تجيبوا فيها تستحق يعني كل التقدير وكل الاحترام عليها كما راكم أنتم سواء الطاقم التقني والعمال وكذا، لما نتحدثوا حتى العمال البسطاء اللي عملوا يعني على مستوى الملعب ومع الفريق. أما أنتم اللاعبين فعندكم يعني كما يقولوا شكر اخر ومن نوع اخر على واش راكم تقوموا به. ما كانش واحد اللي يخدم او اللي يلعب يعني في فريق وما يخلصش، سي با نورمال، سي با نورمال، مش منطقي يخلص. الكثير من ولاد وهران، انا نقول لكم حاجه، العام اللي فات انا اتذكر يعني لما اتخذنا القرار وقال ولدي الفريق ما لازمش يطيح، يجي في ان ابل كالكو انفستيسور يعني في حوالي ساعتين او ثلاث سوايع لمينا 6 ملاير ونص، في حوالي ساعتين او ثلاث سوايع هكذا ياسين تقريبا ثلاث ساعات يعني جاو كالكو انفستيسور مدوا لنا بليس دو 65 مليون دو دينار. حنا الهدف نتاعنا هذه 65 مليون دو دينار نروحوا للجوار، باسكو الا كان الجوار ما خلصش تقدر دير حتى حاجه صح ولا لا؟ درك انا كي نمد لك اليوم 5 ملاير وغدوه نمد لك 6 ملاير وغدوه نمد لك كذا، ومن بعد انا نجي لعند الجوار يقول لي 6 شهور ما خلصتش، واش منطق هذا؟ انا والله العظيم شوف انا قلتها له بذاك النهار ونعاودها اليوم، والله العظيم انتم وتدوا 100 مليار ما يخسرها فيكم، والله وتدوا 100 ما يخسرها فيكم بصحتكم، بصح لما تمد دراهم على بالك شوين يروحوا انت شويه تطروش من راسك. انا من المفروض يا جماعه، انا من المفروض ما عندي حتى دخل لا من قريب ولا من بعيد، والله العظيم احنا نخدموا بالتعليمات نتاع السيد رئيس الجمهوريه، قال تكفلوا بالشباب وتكفلوا مشاكل الشباب، وحنا مقتنعين ومآمنين باللي باش نتوما المستقبل تاع هاد البلاد هذا. سي بور سا كو جو سوي لا، من المفروض هاد الإشكال هذا شركة تحلها، الشركة تحل مشاكلها ربي يسهل عليهم، أو أنا مدير الشباب والرياضة يخدم وسيط معاهم، وكاين المسؤولين يدبروا وصيهم. أنا والي ولاية مانيش هنا أنديريجون بور نمشي سبور، ولكن لما نشوف يعني ولادنا في هاد الوضعية هذه شفت بانه من واجبي انني ندخل وما نخليش هذه المشكله هذه تزيد تتفاقم اكثر فاكثر، باسكو احنا قلنا نخليو الناس لعل وعسى يعني ضميرهم يستيقظ ويفطن ويفهموا واش راه صاري، ما حبوش يفهموا. انا نقول ونزيد نعاود، المولوديه دونك تعتبر يعني من التوابت نتاع ولايه وهران، تعتبر جزء من التاريخ نتاع ولايه نتاع وهران، موش نخليوها يعني. البارح كانوا معنا العديد من المسيرين القدامى في القاعة وكانوا يتحدثوا يعني على واش خرجت المولودية، واش ساهمت يعني المولودية بلاعبين سواء في صفوف المنتخب الوطني في سنوات السبعينات والثمانينات
وتقريبا في كل الرياضات ليس فقط في كرة القدم. يعني من العيب وآراء علينا اليوم أننا نخليوها هكذاك، وفريق كما أنتم بلا إمكانيات، إلى إمكانيات تساوي صفر. يا أخي هكذا خدمتوا لالي، خدمتوا بإمكانيات تساوي صفر. شحال واش المرتبة راكم اليوم؟ راكم ستيام أتروا بوان دو برومي، سي صح؟ تروازيام دو بوديوم. صحيت. راكم يعني بثلاث نقاط على اللي محتل المرتبة الثالثة، وأنتم في المرتبة السابعة. بصفر إمكانيات. ولا واحد فيكم خلص ولو كان 15 يوم يعني من الاداء نتاعو. فنقول لكم انا باللي باش يعني تحيه وتقدير، تحيه وتقدير كبير. انا شوف الشيخ بيض روح جوست الوالي فو بروندو كونسيديراسيون باللي كاين دي جوار صافي 15 موي زون بايتي بي. لا على بالي بكلش، على بالي بكلش. لا على بالي بكلش، والله غير على بالي بكلش، والله غير على بالي بكلش. انا قلت لك انا اذا كان يعني قبلت نهضر البارح وقبلت نجي للستاد اليوم، والله على جالتكم وعلى جال المناصرين تاع مولودي طوار. شكرا. سينو والله ما نجي، ما عندي ما ندير انا. انا جيت على جالتكم وجيت يعني لما شفتكم فريمون ابوندوني، اسمحوا لي على الكلمه، فريمون ابوندوني، شفت باللي باش عيب عليا الا قعدت في المكتب نتاعي ونخليكم في هذه الوضعيه هذه. ان شاء الله الايام القليله القادمه ان شاء الله، احنا من البارح بدينا في الحل نتاع المشاكل. انتوما تعرفوا، ما نخبي عليكم، ما نكذب عليكم، ما نقول لكم حاجه واحده اخرى، على بالكم راهي مشبكه كما تاع العنكبوت هذيك، رانا نفكوا فيها غير بالخيط بالخيط. اصبروا معنا ايامات بربي ان شاء الله. هاد بوتيت البروميو دوزيام ماتش راهي ما تكونوش في اريحيه تما، بالك راهي تكون فيه بعض الصعوبات وبعض النقائص، ولكن بعدين ان شاء الله في كل مره الامور تحسن بربي ان شاء الله. قبل نهايه الموسم بربي ان شاء الله نكونوا في اريحيه تما ونحضروا الموسم القادم، وان شاء الله الشيء اللي متمنيناه نوصلوا ليه. الشيء اللي نتمناوه انتوما ماشي اللي نتمناوه احنا، نوصلوا ليه ان شاء الله معا في القريب العاجل ان شاء الله. ان شاء الله بربي رانا معاك حنا حتى الدقيقه التالي، وانا ثاني راني معاكم. بارك الله فيك.